سي احمد قاموس رئيس غرفة التجارة والصناعة لمدينة الطلبة سابقاً من السكان ديال ايتباها ومن الفعاليات الجمعوية ديال مدينة ايتباها. اليوم حنا تنتجدوا في واحد المركب ديال الصناعة التقليدية للديور في مدينة ايتباها، واللي ان شاء الله غادي تكون واحد المعلمة ديال ايتباها، واللي غادي تشجع ايتباها باش يجيو واحد العدد اخرين ديال المستثمرين منهم اللي غادي يستثمروا في السياحه او بعض الصناعات التقليديه اللي هي موجوده بعدا. انا كنت معترفه ومعروف بها ايتباها، معروفه بواحد الصناعات التقليديه ديال البلاغي وديال تحداد وديال تنجرط، وراه عندها واحد المستقبل ان شاء الله ظاهر. وتنشكروا جميع المسؤولين ديال مدينه ايتباها وبالاخص الرئيس ديال البلديه ديال الجامعه ديال ايتباها سي محمد اليربوعي، تنشكروه بزاف لانه هو من العهد ديالو من نهار هذه المنضه الثانيه ديالو ان شاء الله اللي هو كرئيس ديال البلديه ديال ايتباها، هو اللي جعل ايتباها توصل لهذا المستوى اللي حنا تنعيشوه اليوم. ما من قبل كانت غير جامعه قرويه، اليوم راه جامعه حضاريه وجامعه تبارك الله في هذا الشيء ديال البيئه وديال النظافه وديال النقاء، راه تتضرب بها المثال على صعيد الوطني ماشي غير على صعيد المنطقه. راه كاع الناس اللي زاروا ايتباها وشافوها منهم وزراء اللي كانوا جاوا لهنا، وباقي تنذكر الدكتوره فاطمه مروان كانت جات هنا ديك الساعات باقي كاع ما كانتش كوزيره ديال الصناعه التقليديه، وقالت لي واحد الكلمه ملي هضرت انا وياها في المدينه، قالت لي يا ودي تنتمنى نهار شد التقاعد ديالي نجي نسكن في هذه المدينه هذه، لان مدينه نقيه ومدينه في المستوى والهواء ديالها عجبني. وهذا هو ما نقولوا، تنتمنوا النجاح لجميع المسؤولين والناس اللي تيخدموا شي مصلحه، الله يعاونهم. وحنا بغينا المغرب ديالنا يتقدم وبغينا يستثمر ونخرجوا جميع المناطق ديال المغرب تكون كلها مناطق زهره، والله ينصر سيدنا وينصر جميع الناس اللي هما تيخدموا الصالح ديال هذه البلاد. وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.